سؤال مهم، حاجة جميلة جدا فعلا. قلة الحركة من الأسباب الرئيسية اللي بتساعد البرد في إن هو يظهر آلام المفاصل بدرجة أكبر. قلة الحركة بتساعد على كمان ركود الدم، هو البرد طبيعة الناس بتحب تتدفى وده بيزود فكرة الإحساس بالألم عند بعض الناس نتيجة عدم الحركة. وبالذات ننصح الناس ان شاء الله باذن الله ان هم دايما ممارسه الرياضه دي من الحاجات الاساسيه جدا بالذات في فصل الشتاء. في ناس كتير تقول لك لا ده انا ما يعني الشتاء واحب ان انا اقعد في البيت واتدفى زي بيقولوا، ولكن ده مش صحيح خالص يعني. فبالنسبه لكبار السن يا دكتور، لما يكون يعني الحركه بالنسبه لهم هتبقى صعبه او ممارسه الرياضه بالنسبه لهم هتبقى صعبه، البديل في نظر حضرتك ايه عشان ما نوصلش لمرحله الالم اللي بيبقى في المفاصل؟ تدفئه المناطق اللي هي فيها الاحساس بالالتهاب او بالالام، خلاص تدفئه جيده خلاص. طبعا عدم الخروج في تيار هواء متحرك دي من الحاجات الاساسيه، او في بروده خلاص، وده سواء كان في فصل الشتاء او فصل الصيف. يعني في ناس بتقعد تحت التكييف وده مش صحيح، ده بيسبب نفس الكلام اللي احنا قلناها درجه البرد برضه، يعني هواء متحرك خلاص او تكييف ايا كان والبرد بيعملوا تشنجات او تقلصات في العضلات وكمان التهابات او الام المفاصل زي ما احنا بنقول. طب يا دكتور